مرحبا واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الجديده من برنامج مطبخ جودي الموسم الثاني. انا ليلى. دائما لما يكون عندنا ظهره نكون رايحين شي مطرح مع اولادنا والاصحاب او الاهل، بنفكر باشياء ناخذها معنا لحتى تكون سهله انه تتاكل اول شيء، وثاني شيء تشبع الاولاد ونحسها نحن انه هيك نقرشه مهضومه. من هالافكار مره رفيقتي حضرت الكيش السريع واخذت الفكره منها لاني كثير حبيتها، وحبيت اعلمكم عليها لانه كثير مرات بيسالوني كيف منحضر عجينه الكيش وبيتلبكوا فيها. هيدي طريقه كثير سهله انه نحضر الكيش بطريقه كثير بسيطه. اول شيء رح نستعمل بدل العجينه اللي نحن بدنا نشتغل فيها ونحضرها التوست الطري، هو رح يكون القاعده تبعت هيدي الكيش. الكيش ما طيبه بلا الاجبان، فرح نستعمل الموتزاريلا والشدر. رح نستعمل للحشوه بصل وبروكولي، رح نستعمل ثوم، اعشاب ايطاليه، زبده، وللكريمه اللي بدنا نضيفها عليها للحشوه كمان حنضيف حليب، بيض وقشطه. فهول المكونات كلها رح تكون لي هالوصفه اللي كثير طيبه، وهلا حورجيكم كيف بدنا نحضرها. اول شيء بدي اعمله بدي احط الزبده على النار مع البصل وباشر بتقليتهم. نحن بحاجه دائما لافكار سريعه تتحضر يعني بوقت سريع وتكون كمان طعمتها كثير طيبه لنرضي جميع الاذواق مثل ما بقولوا. مجرد ما شويه سوح الزبده رح اضيف عليها البصل المفروم، وبدي اطحن اكيد الثوم. بعدين هيدي فكرتها حلوه اذا عنا طلعه، ليه؟ لانه ما فيها لا لحمه ولا دجاج، فما بنخاف عليها انه تفسد، لانه ححطهم مع بعض، لانه مثلا ممكن ما يكون معنا البراد الخاص تبع الرحلات، او يكون اذا الطقس شوي شوب، فهيدي بتكون وصفه من الناحيه هيدي انه نخاف عليها تنتزع او شيء، بتكون سليمه 100%. ساحة الزبدة رح نزل عليها البصل والثوم ومنقلبهم. بهالأثناء بينما البصلة عم تتقلى أنا رح رقق قطع التوست لتصير كأنها عجينة كيش رقيقة، ورح أدهن القوالب بزيت الزيتون لحتى لما تنطبخ بالفرن تعطي قرشة طيبة وما يطلعوا ناشفين. أوكي، فأول شيء حضر عندي الشوبك وبدي ادهن القوالب بزيت الزيتون. بوزع كمية قليلة من زيت الزيتون بكل وحدة، يعني تقريبا شي نص معلقة صغيرة. وبدهنها، بدهن الأطراف كمان، يعني مش بس القاعدة بده يكون عليها زيت، كمان الأطراف بهالشكل. برجع بطلع البصلة، حضيف عليها هلأ البروكولي. البروكولي نظفته وغسلته وفرمته كتير ناعم لحتى يستوي بسرعة، وأكيد لحتى لما حطه بقلب الكيش اللي عم بعملها ما يطلع أنه هيك زهرة بروكولي كبيرة، فبنفرمها ناعمة لحتى تقعد مرتبة بقلب القالب اللي عم بعمله. بدنا نضيف رشة ملح، الملح بتساعد الخضرة انه يدبلوا. رشة ملح خفيفة. بنحط لهم كمان الاعشاب الايطالية. هيك بتعطيها كمان نكهة طيبة للبروكولي. منقلب. وبالاخر رح ضيف لها شوية مي لحتى تساعدها انه تدبل وتستوي. رح استعمل مي مغلية دائما لما نكون عم نطبخ شيء، لانه اذا كان مثلا الاشياء عم تتقلى وسخنة بجي انا بحط لها مي باردة تبرد، يعني بتبطئ عملية الطهي تبعيتها، فمجرد ما انا انزل المي السخنة بتستمر عملية الطهي وبتصير اسرع. حنتركهم هلا هن عم ينطبخوا ونحن بدنا نجي لهون لنحضر القوالب. حرقها، شوفوا ما احلاها، انرقت وصارت قاعده. رح حطها بهالشكل. نرق الثانيه.
هلا نتاكد هون انه عم تنطبخ مزبوط. حقوي النار شوي لتنشف، وبدي احضر الكريمه اللي بدي انزلها على هيدول الاكواب فوق البروكولي. اول شيء عندي ربع كبيت مي، بدي اخلط معه 3 ملاعق حليب بودره، منقلبها لحتى يدوبه، طالعه مثل الكريمه الخفق قد ما انها ثقيله هيك مركزه. مننزلها. عندي علبه قشطه، مننزلها كمان معهم. عندي صفار بيض 2، اكيد كمان بدي اخد شويه ملح وشويه اعشاب ايطاليه كمان ورشه فلفل اسود، وبخفق هيدي المكونات كلها مع بعضها. تمام، البروكولي بلشت تنشف المي. هلا حجيب هدول القوالب اللي فيهم العجين ووزع هاي الحشوه بقلبهم. عبوها حشوه مزبوط لتطلع هيك غنيه ومشبعه بالنكهات. هلا حنوزع جبنه من النوعين، فيكن تخلطون مثلا بالجاط مع بعض، وفيكن هيك تحطوا فوق بعض طبقتين ورصون مزبوط لجوا. انتو حسب شو بتحبوا نوع جبنه فيكن تضيفوا، هيدا شيء اختياري. هلا حنوزع الكريمه، خليط الكريمه اللي عملناه تقريبا شي معلقه من الحشوه على كل كوب من الاكواب اللي حضرناها او اكثر شوي، يعني حسب ما بتحبوا وحسب ما عم بتساع معكم. وهلا بدنا ناخذها على الفرن، نتركها بالفرن تقريبا شي 15 ل 20 دقيقه، كل حدا بيعرف حسب الفرن عنده. المهم انه نحن لما نحطها بالفرن وبدنا نطلعها تكون الاطراف كلها تحمرت والعجينه صارت مقرمشه، وساعتها بنقدمها. هلا صار لهم 15 دقيقه الكيش بالفرن، خلينا نشوف كيف صاروا. شوفوا الكريمه ما احلاها كيف عم بتبقبق اللي عملناها، ولونهم رائع، والجبنه مثل ما شايفين طال على برا. منشيلهم نحطهم على طبق التقديم. بأشياء كتير بسيطة وسهلة منقدر انه نفرح قلب اللي عايشين معنا بالبيت او اصحابنا لما نحضر لهم اشياء خاصة لألهم. وست البيت هي اكتر وحدة بتعرف اهل بيتها شو بحبوا. جربوا هالكيش البسيطة والسهلة، اكيد رح بتحبوها، وانا بشوفكن مرة تانية.